الوصل ومعطوب لميا من الجزائر. وزن أقل من 60 كيلوغرام. مواجهة جزائرية مصرية. طلقات نفسة سعد الله. يعني مدرستين معروفتين على مستوى المنافسات العربية والأفريقية. مصر والجزائر كذلك من الدول الرائده في هذه الرياضه ديال الكاراتيه على المستوى خصوصا المنتخب المصري لا في الكاتا ولا في الكومبو. انا غير غنقلع مع اندور فهمتيني، غير نقطع السي ديال ديسانجي ولا ديال الكار ولا فهمتي. والله يعاون صافي ديك الساعه سيرت لي بيره مع راسي مانيش مشكل. عند يوسف ديسنجي يقول هذيك كانت عندها باش نخليها عندك ولا عطاها الوادي ولا عطاها المخرج ديالنا فيجي. الحاكم كيطلب باش يدخلوا في المباراة. قول لي فوالا راه قريت غير الله يحميك الوالدين اخويا. الله يحميك. عندهم الانذار الثاني لكل اللعيبة. إذن كاين مباريات اللي كتوصل ثلاثة ديال الإنذارات من هذا النوع هذا وفيها طموح ديال تحقيق نتيجة إيجابية. إذن حكم كيف باش يدخلوا في المباراة. لا ولكن سي عبد الله الى شفنا الطريقه ولا الاسلوب اللي كيهجو يعني البطله المصريه كيبان على انه كتحاول ما امكن انه تكون اقرب ولو انها يعني هي مبادره للفعل. هذا هو اللي في هذه الحاله هذه سجلات لكن هذا الانذار ديال اللاعب السلبي واجب ما يكونش خلط بينه وبين التكتيك ديال اللعاب ولا ديال اللاعبين. خطه ديال اللاعب محاوله التسجيل عكس الا كانوا واقفين كل واحد كينتظر الاخر باش يهجم. في الحاله هذه كيتعاقبوا. اذا وكاراتي كيطلب الحكم من المتباريين باش ينفصلوا. وشفنا الاسلوب والطريقه ديال التباريد المستمره لحد الساعه ف 49 ثانيه 49 ثانيه. انا كنظن بانه من الصعب انه البطله تحكم على نفسها بانه منتصره. يعني فعلا احيانا كتكون النتيجه كتغير الامور في ثانيه او ثانيه. نعم. ممكن تكون 6 لصفر وكتقلب النتيجه. نعم. وعندنا الان اي لاعبه قامت بخطا اخذت انذار ربما تنتهي المقابله باتصال الخصم. يعني بعض المرات كيكون الفارق ديال النقاط كبير ولكن صاحب النقاط المسجله كيرتكب اخطاء اللي كيوصل بها حتى الانذار الاخير اما ديال الضرب او ديال الخروج او الهروب. اذا كلهم هادو انذارات الى وصلوا للدرجه الرابعه كتقصى هذا المرتكب ديال الاخطاء يعني اللاعب اللي ارتكب الاخطاء. اذا نقطة ثانية لفائدة مصرية. والمدرب يطالب بإعادة الفيديو
المدربه الجزائريه الحمد تطالب بالنقطه. إذن اعاده الفيديو. شوف معايا في الفيديو كيفاش المحاولات غير التوضيح. الفيديو كيكون فيه جوج ديال الكاميرات حتى الأربعة ديال الكاميرات بحال النهايات كيكون فيهم أربعة ديال الكاميرات في كل زاوية خلف القاضي القضاة الأربعة اللي جالسين على الكراسة في الخلف ديالو كتكون كاميرا مثبتة باش إلا كانت مطالبة ديال أي تقنية. إذا كان بحال هذيك يفقد مرة أخرى محاولات مستمرة. نعم إذا غير نكمل بالنسبة للزوايا اللي مثبتة فيها ال هذا فعلا القرار اللي هو صعب لأن اللاعب شد بجديدين مسجلات عطاو جوج القضاة في حين كانوا جوج القضاة الآخرين ما عطاوش القرار. هذا فيه مسك لكن تبقى يعني التقدير او السلطه ديال الحكم هي اللي كتكون يعني كتعطي النتيجه النهائيه في القرار النهائي. خمسه ديال الاداءات مقابل خمسه واحده للمصريه. اذا رجع للعرض ديال الفيديو كيكونوا كاميرات مثبته في الزوايا الى التقنيه دازت من اي زاويه كيعاودوا العرض ديالها من يعني كيشوفوا يعني الكاميرا من الجهه اللي مثبته فيها التقنيه الى دازت مثلا من الجهه ديالها فاحد الاماكن السبعه اللي مسموح التسجيل فيها. من طبيعه الحال التقنيه خصها تكون فيها المعايير اللي كتعطي النقط.